خلينا ننتقل لعند القاضي نابغة الزبياني، كان هو يقضي بين الشعراء. خلينا نرجع للقاضي ونخليه يحكي لنا شيئا عن الأم. الشيخ أبو سامر، قلت لي عندك قصيدة. قصيدي أبيات في رساء السيدة الفاضلة مريم سلمان أحمد، أم الدكتور الكبير أسعد أحمد علي حفظه الله. ولكن إنه ليصعب علينا أن نتحدث أمام أديب كبير وفيلسوف معروف الدكتور أسعد علي، ولكن أقول كما قال الشاعر: وأراني كمن يقدم للقيثار لحنا والعطر للعطار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه أبيات شعرية قلتها في رساء المرحومة السيدة الفاضلة مريم سلمان أحمد. أقرأ عليكم بعض أبياتها. نكبة إثر نكبة، لأنه كنا قد فوجئنا بكثير من الأقرباء قبل وفاة المرحومة الفاضلة. نكبات وزفرة تتصاعد، كلما خلتها انقضت تتجدد. هي دار الشقاء أم أن قلبي هو من صير الشقاء وأوجد؟ يا رحيم العباد، ها أنا عبد واجد القلب في فنائك مجهد، مدنف هده السقام، مدنف هده السقام، فأمسى ذا فؤاد عان وطرف مسهد. أقطع الليل في رحابك أدعو قاصدا ساجدا لذاتك أعبد. فأغثني مما أعاني وأطفئ نار وجد بأضلعي تتوقد. أنت فرد جللت لم تتباعد، وعظيم نزهت لم تتجسد. جل ربي عن التوهم في النفس وعن كل خاطر، وتجرد عظمت ذاته عن الحد والحصر، تعالى رب العلا وتفرد. يا إلهي، حتى ما يسعفني الصبر ونار الفراق في القلب تخمد، أنا ما زلت مذ وجدت مع الحق وفيما قضى أقر وأشهد. ليس إلا حقا عناه رسول الله، أعني لما أشار وأرشد لعلي وصيه يوم خم وعلى مسمع الجميع ومشهد.
قال هذا مولا لمن أنا مولاه، فويل لمن طغى وتمرد، وأنا من أقر في ذلك القول ولبى شيخا وكهلا وأمرد. فإلى ما الأسى وحتام هذا القلب في صارم البلاء مهدد، نكبة إثر نكبة عفوك الله أجرني، فما فؤادي جلمد. بعد ألف من النوائب مرت، حولت أبيض الزمان لأسود، بغياب الآباء والأمهات الغر، من بعدهم طغى الحزن واشتد، والكثيرين من بنات وأبناء ذوينا أهل المحاسن والود، أخوات وإخوة وبني عم وآل من صالح العمل الجد، ذكريات لهم جميعا لدينا طيبات، ذكريات لهم جميعا لدينا طيبات على مدى العمر تمتد، كابنة الصالحين مريم ذات النسب الراسخ الشريف الموقد، تركتنا جرح القلوب ولبت دعوة الحق كي تقر وتسعد. صرمت في الصلاح 90 عاما نفحات تزكو وتسمو وتحمد، ذكريات إن ضاع بعض شذاها وقف المجد باكي العين ينهد. فاح تاريخها عبيرا وطيبا، كرمت منبتا وعرقا ومحتد، رحم الله مريم ابنة سلمان ابن ذي المجد والفضائل أحمد. وحبى آلها الكرام فخارا، يتسامى على الزمان وسؤدد، بنعيم يبقى وجنة عدن، وعد الله من أطاع ووحد، وسلام على من اتبع الحق وحامى عن الوصي وأيد، صاحب الراية الرفيعة في خيبر يوم الفخار، إذ كان أرمد قاتل الشرك كله بابن ود وببدر، أفنى القرون وبدد. فهنيئاً لمن ولاية آل البيت للحشر، فهنيئاً لمن ولاية آل البيت للحشر والمعاد تزود. إن من أبغض الإمام علياً مثل من أبغض الرسول محمد، هكذا حدث النبي، فويل لمن ارتاب في الحديث وفند. ما لمن خالف النبي شفيع، وعن الحوض سوف يقصى ويطرد. فاعجبوا يا ذوي النهى من دعي مسلم الاسم، أمر أحمد يجحد، كل شيء إلى الزوال، ويبقى وحده صالح الفعال مخلد. سيظل التاريخ يروي حديث امرأة أنجبت أبا المجد أسعد، صانع السحر في البيان ومن جلى من القول، كل خاف معقد، سيد الحرف والبلاغة سكناها لديه، وأعين الخلق تشهد. فيلسوف الزمان نابغة العصر بنصر من الإله مؤيد، إن ذكرنا ذوي العلا كان أعلى، أو عددنا ذوي النهى كان أوحد. كم وكم شاد للمعالي صروحا وتصدى لهدم ما شاء حسد. كم وكم شاد للمعالي صروحا وتصدى لهدم ما شاد حسد. كم وكم بين راشد لزم الحق وغاو عن الحقيقة مبعد، ليس من هدمت يداه المعالي كالذي أسس الفخار وشيد.
حفظ الله عبده أسعد الطهر وعنه العناء والضر أبعد، وإلى روح أحمد بن علي رحمات الرحمن ما شع فرقد عبد الله عن يقين وعلم فحباه دار النعيم المؤبد. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.